السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفات سهله وسريعة مع لبنى. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال حوته معمره في الفران بالشعريه ولا كروفيت ولا شامبينيون. كتجي زوينه بزاف وكتصلح وجبه للغدا، كتجي لذيذه كيف قلت لكم بزاف. نتمنى انكم تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وتشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه كنديرو كنشرمل الحوته يعني بهذا الشكل هذا، كنشرملها بمطيشه محكوكه، شويه القزبر، شويه الفلفله حمراء، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الملح الا بغينا نزيدو حتى هو. كنشرملوها بحال هكا من الداخل ومن الجوانب كاملين ديالها، كنقلبها على هذا الشكل باش هكذا كنكون شرملتها من جميع الجوانب وكتشرب شرمولة بحال هذا الشكل هذا. كتجي زوينة بزاف بهذه الطريقة هذه ولذيذة. في هذا الوقت هذا غادي نوجد الحشوة او لافاغس. كناخد الشعرية، من الاحسن تكون الشعرية ديال الروز باش ما كتعجنش. كندير عليها شويه ديال الماء غليان على ما كتسلق، كنصفيها مزيان، كندير فيها جوج معلقات كبار ديال الزيت، نخلطوها، نديرو شويه ديال الشامبينيون او اون بواط كامله ديال الشامبينيون، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، من الاحسن يكون معدنوس اكثر من القزبر بحال هكذا. معلقه كبيره ديال الثومه محكوكه، ما بين 5 حتى 6 الفصوص كبار، كتعطي مذاق زوين. السودانية يعني على حسب الذوق، بشوية ليمون معصر، معلقة كبيرة ديال الملحة بحال هكذا، يعني الملحة كتبقى على حسب الذوق حتى هي. مطيشة ديال الحك نديرو ما بين معلقه كبيره حتى لجوج، كتعطي مذاق زوين في هاد لافاغس هادي. فلفله حمراء تقريبا معلقه كبيره بحال هكذا، شويه ديال الهريسه كيف كنقول لكم دائما على حسب الطوق. شويه ديال الكمون، مكنديروش بزاف من الكمون غير شويه. ما بين جوج معالق حتى ثلاثة ديال الصوجة او لاصوص الصوجة كتجي زوينه بزاف، وزلافه صغيره ديال الكروفيت بحال هكذا. صافي دابا كنخلط هاد المقادير كامله حتى كتجي نص مزيان على هذا الشكل هذا. صافي وكنعمر الحوته، نعمروها مزيان للداخل. على هذا الشكل هذا بحال هكذا. صافي كنقدوها مزيان، صافي وغادي ندخلها للفران. قبل ما ندخلها للفران كنديرو فوق منها هاد المزاود والمطيشة هاكا مقطعة دواور، كنغطيوها ببابي كويسون، كندخلها الفران تقريبا ساعة باش كطيب مزيان. صافي كيكون دا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتها من الفران.
بالنسبة للتقديم كيبقى اختياري، انا زوقتها بشوية ديال الكروفات من الفوق هكذا، وكنرافقوها بالكالامار مقلي ولا شوية لاتس ولا سلطة، كتجي زوينة بزاف ولذيذة. يعني نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هادي. اذا تيكون هذا هو الشكل النهائي، نتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم ديال اليوم، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة سهلة وسريعة مع لبنى.